واستجابة لدعوة قداسته للسلام في أوكرانيا واحتفالا بعيد البشارة، ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران المعين جمال خضر قداسا إلهيا في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بمعاونة كاهن الرعية الأب أنطون هريمات ومشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو لالي وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من المؤمنين. كما حضر القداسة شخصيات دبلوماسية وسفراء وممثلو عدد من الدول. وقال المطران خضر في عظته: نرفع اليوم الصلاة بالاتحاد مع قداسة البابا فرانسيس الذي دعا الكنيسة بأسرها للاتحاد معه من أجل السلام في أوكرانيا وروسيا ومن أجل تكريس هذه البلاد لقلب مريم الأم التي يحزنها الحرب بين أبنائها. وما نصلي من أجله اليوم هو السلام، السلام في أوكرانيا، السلام لجميع المشاركين في الحرب، لتتوقف الحرب، لتصمت طبول الحرب، لتصمت الأسلحة وليتوقف الدمار. هذا ما نصلي من أجله اليوم. الشعوب في روسيا وأوكرانيا إخوة، إخوة بسبب التاريخ الطويل، وإخوة في المسيح. من جهتي الحرب، مسيحيون فخورون بإيمانهم الذي بدأ في القرن التاسع للميلاد في مدينة كييف عاصمة روسيا في ذلك الوقت، ومنها انتشرت المسيحية إلى مختلف بقاع روسيا. المؤمنون في أوكرانيا وروسيا يتبعون بشكل كبير للكنيسة الأرثوذكسية. أبناء هذه الكنيسة الشقيقة يقاتلون بعضهم بعضا، لذلك نصلي اليوم طالبين لهم السلام. أيها الإخوة الأحباء، نرفع الصلاة اليوم بالاتحاد مع قداسة البابا فرانسيس الذي دعا الكنيسة بأسرها للاتحاد معه من أجل السلام في أوكرانيا وروسيا ومن أجل تكريس هذه البلاد والعالم بأسره لقلب مريم الطاهر. مريم الأم التي يحزنها الحرب بين أبنائها، نصلي من أجل أن يعم السلام وتضامنا مع كل المتألمين، وليسد الانسجام والغفران والمحبة بين الإخوة.